انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان محمد منير من داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد إجراء عملية جراحية، وكان مبتسم بعد ما تم نقله من غرفة العناية المركزة لغرفة عادية. اعترفت الفنانة السورية أصالة نصري باعتماد الدائم للطبيب النفسي وعدم استغنائها عنه، وهو الطبيب مصطفى نحاس، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت وقالت: هو الصديق الغالي ودكتور النفسي اللي ما بستغني عنه، وخي الطيب، ودايما هو سند. مرة جديدة أثار الفنان المغربي سعد المجرد الجدل وبشكل خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشرت صورة إله لأحدث إطلالاته، وكان حاطت حلقة بدينته، الأمر يلي ما عجب عدد كبير من الجمهور. وجه الفنان المصري حمادة هلال تهمة تجارة المخدرات وعم يتعاقب على أثرها بالسجن لمدة 15 يوم، فبيحاول يهرب ليثبت براءته. هيدي هي إحدى أحداث مسلسل قانون عمر يلي راح يخوض فيه هلال السباق الرمضاني المقبل. أم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جمعت الممثلة المصرية مي عز الدين والفنانة العراقية شادة حسون بعد ما ظهروا بالفستان نفسه، وتساءل الجمهور على مين بدا الفستان الأسود أجمل، ولقيت الصورة الإعجابات والتعليقات العديدة يلي اختلفت طبعا، إلا أنه مي وشادة ظهروا اثنيناتهم متألقتين. داول مؤخرا عدد من الصحف العالمية تقارير حكيت عن طبيعة العلاقة بين خطيبة الأمير هاري ميغان ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، وكانت شرارة هالأخبار العنوان العريض يلي نشرته مجلة جلوب عن الموضوع، وقالت: عداء مريع خلف الابتسامات، كيت وميغان تكرهان بعضهما البعض.